وايضا اليوم بتكون معنا فنانه ادمجت الايقاع الكلاسيكي العربي الهادي مع البوب المعاصر، وهي بانا حققت حلمها بالغناء. يعني عاده الناس تغني بعدين تهتم بالحياه الاسريه، لكن بانا ما شاء الله عليها انجبت وربت بعدين اتجهت للموسيقى. فاحنا راح نسالها نقول ليش تاخرت باطلاق مسيرتها بالغناء، ويا ترى المنو تقول بعدك مثل ما انت؟ ما اعرف، خلينا نشوف. كنت تقلي شيء تعمل عكس شيء، كنت تقلي شيء تعمل عكس شيء، وبترجع تعطيني وعد وتقلي بتتغير بعد. بعدك مثل ما نصبح على بانا اكيد. وبانا هذه ما هي اول مره بتكوني معنا في صباح الخير يا عرب، واليوم معنا عبر سكايب من البحرين. سعد صباحك. أهلاً. صباح الخير عليكم، مبسوطه، يا ريت انا فيس تو فيس معكم. يا ريت والله، يا ريت عندنا كيكتين ناكلها سوا. بصبح عليكم اكيد. أهلاً كثير. وعيد ميلاد سعيد لك. الله يخليك، طول في عمرك ويسلمك، واحنا سعيدين بتواجدك معنا يا بانا. الاغنيه ما شاء الله يعني سمعنا مقطع منها، بعدك مثل ما انت، يعني هذا في لها رسالة الأغنية ولا عامة؟ هاي الأغنية نزلناها هيك قبل الكورونا شوي. الأغنية عن أي حدا بيتغير بعلاقة، أو تكون صداقة أو تكون علاقة حب. فالإنسان طبيعي أنه يتغير بأي علاقة، فهاي الأغنية أكيد لإله. طب أبانا، في آخر 4 شهور يعني من وقت كورونا، وأنت أغلب الوقت كنت في البحرين، كيف كانت هذه الفترة؟ وهل تعلمتي شيء جديد؟ هلا اكيد هاي الفتره كانت صعبه على كل حدا ولكل المجال، بخصوصا المجال الموسيقى، لانه حفلاتنا توقفوا، كل شيء كان عم يتوقف. ولكن ما بعرف، يمكن بتقولوا عم بتبالغ، بس انا شوي كنت كثير مشغوله، عملت لحالي مثل هوم ستوديو، صرت اسجل قصص وانزلها على السوشيال ميديا. سجلنا اغنيه، سجلنا اول فيديو كليب فيرتشولي دايركتد. فصراحه كانت فتره، يعني اللي بدي أقوله إنه استفدت من هالفترة، بس مش هيك منصير نقدر الفترات اللي إحنا عنا هالقد حرية وحياة طبيعية. فعن جد اشتقنا لهالأوقات، بس لازم نضلنا إيجابيين. بانا ما شاء الله عندك يعني القدرة بالدمج بين العربي الكلاسيكي والأجنبي، ممكن تعطينا مثال حي؟ يلا. أنا كان عندي هواية أول ما ابتديت إنه أخذ أغاني عربية أو إنجليزية وأترجمهم للعربي. فاليوم شو رح نسمعكم؟ حنسمعكم شيء أنتم بتحزروه شو هو. I long for you and wish it wasn't so. My soul burns in despair and shame that you're not there. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنساك وتريني بنسى جاهل. اليوم أنا من قد اليوم. واشتق لعذابي معك والأدموع فتراك أرجع ثاني. أهواك طبعا. هاني عرفها أصلا، يعني 5 ثواني وعرفها. أغنية عريقة يعني. أغنية عريقة. أكيد وصوتك جميل صراحة. طب ممكن نسمع مقطع كمان من أغنية القعدة الحلوة اللي صدرت من أسبوعين بس؟ بانا احنا طبعا نبارك لك هذه الاصدار، الاغنيه الجديده القاعده الحلوه، وهي ثانية اغنيه لك باللهجه المصريه. كيف كان الصدى وكيف تشوفين يعني اللهجه المصريه معك؟ هالاغنيه ابدا ما كانت على الاغاني اللي بدنا ننزلها هالسنه، ولكن حسيت رسالتي واجبي كفنانه انه اقدم شيء ايجابي بهالمرحله الصعبه اللي عم نمرق فيها. قررت انه لازم تكون مصريه، ما بعرف ليش. ابتديت اسمع كثير اغاني، سمعت القعده الحلوه جذبتني، حسيت انه عم بضحك، حسيت انه واجبي شارك هالضحكه مع كل الناس.
الأغنية كلمات هشام صادق، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميجا، أغنية فيها مسج كتير حلو قد إيه إحنا اشتقنا للأصحاب واشتقنا للقعدة الحلوة. وصراحة أصدقاء يعني على الفيسبوك نزل بوست بسيط إنه عملوا تاج لكل حدا بتحبوه. نعم. وكل حدا اشتاق لأصحابه لأنه يعني فترة صعبة كنا عم نمرق فيها. بانا كيف تشوفين تأثير الأغاني؟ يعني إحنا نشوف إنه الفنان مثلا لما تصير يعني يعني على سبيل المثال مثلا جائحة كورونا إنه الفنان يقوم يغني، لاعب الكرة مثلا أيوه. ما لعب كرة عشان كورونا بس لكن سوى مبادرات ثانية أيوه. ليش الفنان المغني تحديدا بأي شيء لازم يغني؟ يعني هل هو يعني قوة الكلمات يا يعني هاني. فقط بما يعني بموهبته يعني السؤال هل في مبادرات ثانية غير الأغاني؟ لأنه احنا هل تشوفين الأغاني فعلا مؤثرة وقاعد يعني ساهم في تغيير مودنا على الأقل؟ أبسط شيء الموسيقى بتوصل الموسيقى يونيفرسال، يعني بتوصل لكل حدا. يعني في ناس عم يسمعوا الغنية ومش عرب. نعم. إحنا رسالتنا كفنانين مش إنه بهالمرحلة ناخد بريك لأنه ما فينا إنه نقدم عرض على مسرح، لا. نعم. رسالتنا إنه ننشر إيجابية. وأكيد في مبادرات تانية كتير، عملت لايف ستريمز. نعم. أحياناً كنت عم بعمل لايف ستريمز وما عم بحكي عن الموسيقى، عم نحكي عن الناس. إحنا عنا تأثير، في ناس، في فولورز، في سوشيال. نعم. ميديا. اليوم برأيي واجب الفنان بهالمرحلة إنه ما ياخذ بريك. نعم. وعن جد يحاول يوصل صورة، لأنه قد ما فينا يس كلنا على نفس الصفحة، كلنا عم نمرق بنفس الشيء. صحيح. رسالتنا لازم تكون شوي إيجابية ولو لثلاث دقايق ونص فترة سماع هالأغنية. وحتى الموسيقى الصراحة لها تأثير، يعني نعم. الموسيقى إلا ما تغير لك المزاج، تغير لك الجو. وقلت لك قوة الكلمات أوقات على حسب كمان كلمات الأغنية، فأنا معاك يا بابا. الفنان شنو بيقدم للقاح مثلا؟ لا هو يقدم شيء. هاني هد علينا شوية عشان كتين صرت كذا. أجل الثالثة إيش حتسوي؟ ثالثة عيد ميلاده. طب أنا القاعدة الحلوة، أنت قلتي إنه من الأشياء اللي اكتشفتيها أو صارت جديدة في هذه الفترة إنك عملت كل شيء أونلاين أو عن بعد، والقاعدة الحلوة هو أول فيديو كليب عربي يتم تصويره عن بعد، فقولينا عن هذه التجربة. لما خلصنا الغنية أنا كان مفروض أنزل على ألمانيا لأصور غنيتي اللي رح تنزل بعد القعدة الحلوة، ولكن أكيد ما قدرت مع المخرج شريف ترحيني اللي كتير بدي أحييه، رائع رائع. قال لي ليه ما منصور القعدة الحلوة وإنتي بالبيت؟ فأكيد اضطريت أنا أكون كاستينج دايركتر، أضبط تيم بالبحرين. ضلوا معنا شريف لمدة 14 ساعة لفترة التصوير، كان شيء جداً جديد، مغامرة ما فيني أقولكم قدي حلوة وقدي صعبة بنفس الوقت. وقدرنا أنه نسجل، فينا نقول نصور أول كليب على طريقة الفيرتشوال دايركتد، يعني المخرج ما يكون معنا بالبحرين. والشيء الحلو أنه بعتقد وصل للناس بطريقة كتير شفافة، كتير حقيقية. البنات اللي عم بتشوفهم بالكليب هن أصحابي، كلنا أكيد لابسين ماسكات بس على وقت التصوير شلنا الماسكات. فكان شيء صعب بس بعتقد حقيقي وكتير حلو، من أحلى الكليبات اللي عملتهم بصراحة. بانا شكرا جزيلا لك، شكرا لك، دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. وإن شاء الله